صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من وسط المدينة. فضل لحظات يتم نقل تاجر لكي تاجر أقراص الطبية إلى مصلحة الديمو، يعني عناصر الشرطة القضائية أزيد من أربع ساعات هما دير لي كمين احتاج على خاطره لوسط المدينة باش يستربي الزبون، وتم القبض عليه يعني كي تاجر في أقراص طبية. هذه من جهة أخرى أن اقتراب رأس السنة هذه كتولي أنواع المخدرات كتباع. لحظات بزناز داخل سيارة الشرطة التابعة للشرطة القضائية. يتم النقل ديالو على وجه السرعة إلى مصلحة الديمو. يجب الفني يعطيها الاقراص اقراص طبيه تستعمل الامراض النفسيه او اللي عنده مشكل اللي يعتقد بعنف وخرج من المدينه زرق الطابق. من عليه احتجاج على خاطر الرجل عنده متقدم في السن شويه، راه ماشي باقي صغير، عنده متهم ببيع اقراص طبيه. الطريق ديالهم للولاية تأمن أنفا، يعني تبارك الله وصافي عرفت الشرطة القضائية باش يسكنوا حتى حاجة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء في مباشر آخر هذا الصباح.